متعرف على حضرتك. سحر حسن صحفية في جريدة صوت الأمة وعضو جبهة تطهير الإعلام المصري. النهاردة نازلة للتحرير. نازلة بدافع عن مطالبنا حضرتك، احنا بقالنا أكتر من 8 شهور بندافع عن مطلب أساسي هو تطهير الإعلام المصري من رموز الحزب الوطني الفاسد، من رموز الإعلام المسيسين، وللأسف مجلس الوزراء بيغض الطرف تماما عن مطلبنا. طب ايه انت شايف الفساد يتمثل في مين ومين الرموز؟ والله يا حضرتك انا عندي يعني وقع بالاسامي وقع محدده. عايز اقول لحضرتك اذا كان الشعب المصري 80 مليون مواطن قدروا ان هم يقضوا على الفساد ويقضوا على التوريث في الدوله سياسيا، لكن ما زال التوريث في الصحافه كما هو. صلاح منتصر وكيل المجلس الاعلى للصحافه مورث ابن اخوه اسماعيل منتصر المؤسسه بعد ما هو مشي منها مؤسسه دار المعارف ومجله اكتوبر لمده 8 سنين بالرغم من انه تعدى سن المعاش، وفي بلاغات متقدمه ضده للنائب العام باهداره لل 52 مليون جنيه اهدار للمال العام في المؤسسه، ومع ذلك لسه موجود. مين بيحمي الناس دي لغايه دلوقتي؟ اذا كان رئيس الدوله اتخلع، واذا كان رموز نظامه كلهم في بورتو تورا دلوقتي يعني زي ما بيقولوا، مين اللي بيحمي الناس دي؟ مين اللي بيحمي الفساد في الاعلام؟ الاعلام ده هو يعني المتنفس الوحيد للشعب المصري. اذا كان لسه اللي موجودين على رؤوس الاعلام دول فاسدين، مين اللي بيحميهم؟ انا يعني لا اشك ابدا ان المجلس العسكري بيحمي الناس دي، بس في حد وسيط ما بين الاثنين. وزير الاعلام رايك في وزير؟ للاسف وزير الاعلام يعني احنا اتفاجئنا بان وزير اعلام صحفي ومن حزب معارض حزب الوفد او جريده الوفد، بس هو للاسف كان محرر العسكري. كنا متوقعين ان هو افكاره مختلفه واهدافه مختلفه، اتفاجئنا ان هو تكرار لأنس الفي بالظبط، يعني إعادة للجيل السابق بالظبط، مفيش أي تغيير. يكفينا الرقيب العسكري اللي دلوقتي مسيطر على المؤسسات الصحفية وما حدث مع صوت الأمة ومع روزا اليوسف والفجر وخلافه، طبعا بداية بالجزيرة والانذار اللي توجه لقناه اون تي في وقناه دريم، بالرغم ان يعني مش فاهمه يعني هم قدروا يسيطروا على بعض القنوات الخاصه الاخرى زي الحياه وزي المحور، لان طبعا رؤساء هؤلاء القناه او اصحابها دول معروفين هم مين ومسيسين، واحنا ما تفرقش معانا قناتين مش مشكله، لكن كمان ما يبقاش اجهاض للثوره بالتحكم في القنوات الخاصه اللي هي تعتبر متنفس مصري للمصريين. اذا كانوا قفلوا الجزيره عايزين ايه تاني؟ حرام. شكرا فندم. العفو يا فندم، العفو.